وإننا لا حز لنا ولا سعادة إلا باجتماع كلمتنا وتوحيد صفنا، ولكنه يستحيل أن يجتمع الصف وأن تتوحد الكلمة إلا تحت لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله وتحكيم ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وبدون ذلك لا اجتماع ولا تآلف ولا تعاون ولا اتحاد، إنما هي كلمة الإخلاص تجمع من أناب إلى الله عليه وتفرق من فرط في واجباتها وحقوقها. ولن يذل من اعتصم بحبل الله سبحانه، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم إلى أن تقوم الساعة. وتبين من قوله صلى الله عليه وسلم أنهم الذين يحكمون بالعدل وبه يحكمون، وهم الذين يطيعون الله ورسوله ويقدرون الدين الحق ولا يخافون إلا الله جل وعلا. فمن فعل ذلك وإن كانوا قلة فهم المنصورون بإذن الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ويقول سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فاتقوا الله يا عباد الله بأنفسكم وتوبوا إلى ربكم توبة نصوحا.